أهلا ومرحبا بكم أحبتي شركاء النجاح الدكسنية. أول ما كنت حفظكم الله ورعاكم. اليوم 1/4/2024، وحبيت أصور لكم هذا الفيديو القصير من فرع الشركة، من أحد فروع الشركة في ماليزيا. بحمد الله تم شراء منتجات بمئة نقطة. تم شراء المنتجات بمئة نقطة. هذه المنتجات منتجات استهلاك يومي، استهلاك يومي منزلي، معجون الأسنان، القهوة. هذه القهوة 2-in-1 اللي هي اللينزي، قهوة قديمة سوتها الشركة، من أوائل القهوة اللي أنتجتها الشركة. هذا المنتج الخارق، هذا المضاد الحيوي الطبيعي، تقريبا افضل مضاد حيوي طبيعي هذا في العالم، لا يعلو عليه شيء سوى الثوم. ممكن الثوم يتفوق عليها، وممكن هو يتفوق على الثوم، يعني هو والثوم يتنافسان كونهما مضاد حيوي طبيعي. هذا الاندروجي، هذا الهندي السريلانكي الاصلي، هذا بارك الله فيكم، هذا من دي اكسن، افضل شركه في العالم للمكملات والمنتجات الصحيه. وهذا معجون الأسنان كبير، وهذه القهوة، هذه كلها الحمد لله ما كلفتني مبلغ كبير، والحمد لله حصلت بها 100 نقطة. المئة نقطة هذه راح ترجع لي منها عمولة الشهر القادم تقريبا أكثر من $4. فاللهم لك الحمد، مستفادين من الشركة صحيا وماديا، وهي العنوان أو المعنى الحقيقي للثراء الصحي، أننا نحن نستغني الحمد لله من صحتنا، من منتجات صحية نستفيد منها لصحتنا، ونستفيد منها أيضا علاوات وأموال فلوس. بارك الله فيكم. يا حبذا الأعضاء يبادرون بتسجيل 100 نقطة لهذا الشهر لكي يضمنوا العلاوة الشهر القادم إن شاء الله، وكذلك أيضا يضمنوا الهدية المفاجأة مني آني، أخيكم أحمد رائد العراقي. شكرا على المتابعة، وأتمنياتي لكم بالصحة الدائمة والموفقية والثراء الدائم.